السلام عليكم. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الملك فيصل الأول قد أجرى عملية جراحية وجرد من سلطاته بحجة فترة النقاهة، وأصبح المندوب السامي البريطاني هو السلطة الوحيدة في البلاد، فوجه ضربة قاسمة إلى الحركة الوطنية وأجبر الملك فيصل الأول بعد أن هدده بزوال عرشه، أجبره على توقيع المعاهدة البريطانية العراقية الانتدابية التي كانت مرفوضة من قبله ومن قبل الشعب العراقي، فوافق الملك فيصل الأول على توقيع المعاهدة بعد أن وجد وضع البلاد لا يسمح بمعارضته، ولكنه اشترط في الوقت نفسه أنه يجب أن تعرض هذه المعاهدة على المجلس التأسيسي الذي يجب أن تجري انتخاباته بحرية تامة، وأن لا يتدخل البريطانيون بهذه الانتخابات، وتعهد هو أيضا أن لا يتدخل بالانتخابات. هو كان على قناعة تامة بأن النخبة السياسية ستقاطع هذه الانتخابات على أي حال، لأن النخبة السياسية طبعا كانت قد هددت أنه في حالة استمرت الظروف السياسية كما هي وعدم ضمان حرية الانتخابات فإننا سنقاطع الانتخابات. في 20 تشرين الأول 1922 وجه وزير الداخلية عبد المحسن السعدون كتاب إلى متصرفي الألوية للبدء بالانتخابات على أن لا يتدخل الموظفين اللي موجودين في الألوية هي المحافظات حاليا، أن لا يتدخلوا وأن يضمنوا حرية الانتخابات. في الوقت نفسه صدرت تعليمات من المندوب السامي البريطاني إلى الحكام السياسيين البريطانيين في الألوية المحافظات مناقضة لهذه التعليمات، تطلب منهم محاولة التدخل والضغط على المتصرفين من أجل أن تتم عملية التصويت للعناصر المؤيدة للمعاهدة البريطانية العراقية، أي المعاهدة الانتدابية، وهو حقيقة مناقض لما تم الاتفاق عليه مع الملك فيصل. طبعا الانتخابات هذه جرت الانتخابات، لكن الانتخاب في البداية قطعت كما سنرى، ما كان أكو أحزاب، لأن أصلا الأحزاب الحزبين الحزب النهضة والحزب الوطني قد قمعا. الانتخابات كانت أو جرت على مرحلتين، يعني هي ليست انتخابات مباشرة، يسموها انتخابات الدرجتين، بمعنى أن الناس المسجلين كناخبين اليوم بحق التصويت ينتخبون اللي هم يسموهم الناخبين الأولين، ينتخبون الناخبين الثانويين في المرحلة الأولى. بعد ما تنتهي هذه الانتخابات اللي فازوا بانتخابات الناخبين الثانويين هم الذين في مرحلة ثانية في انتخابات جديدة ينتخبون أعضاء المجلس التأسيسي، نفس طريقة الانتخابات اللي كانت تجري في أواخر أيام الدولة العثمانية عندما تشكل مجلس المبعوثة. على أي حال، حالما بدأت المرحلة الأولى من انتخابات المجلس التأسيسي صدرت فتاوى رجال الدين بمقاطعة الانتخابات، وصدرت منشورات أيضا، وزعت منشورات عديدة من قوى سياسية مجهولة الهوية تدعو للمقاطعة. وقد قدم الشيخ مهدي الخالصي في فتوى خاصة به المبررات التي دعتهم إلى الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، وهي: إن بريطانيا قد قصفت العشائر بالطائرات مما أدى إلى مقتل الأطفال والنساء وكبار السن، وقمعت الحركة الوطنية وأغلقت الأحزاب السياسية واعتقلت ونفت الوطنيين إلى خارج البلاد. وعليه فإن المشاركة في الانتخابات أو القيام بأي عمل يدعمها مما يؤذي مستقبل العراق ورخاءه يعتبر محرما شرعا في الإسلام. وقد صدق أو صادق على هذه الفتوى وقعها أيضا كل تقريبا رجال الدين المسلمين، أما المنشورات فقد دعت المسيحيين أيضا واليهود إلى المشاركة في هذه المقاطعة وعدم التصويت في الانتخابات. على حال لم يمضي سوى أسبوعان
وتوقفت الانتخابات في جميع أنحاء العراق. فاستقال وزير الداخلية عبد المحسن السعدون ثم استقالت الوزارة. يعني أمام هذا الوضع المتأزم، المندوب السامي الجديد هنري دوبس ذهب إلى الملك اللي يعني تعالى ورطت إحنا كيف نحلف، أخبرك اللي أنا قلت السلفكس اللي كان قبلك بيرشي كوكس أنه المسألة بكل بساطة تنحال بتحقيق المطالب، تحققون المطالب الوطنية وتشكيل حكومة وطنية جديدة ومعالجة موضوع الانتداب، يعني معاهدة انتدابية. طبعا الناس يعني احنا نريد استقلال العراق ودخول عصبة الأمم. على أي حال قال له تصرف للملك. فالملك أول عمل قام به كلف عبد المحسن السعدون بتشكيل الوزارة الجديدة. عبد المحسن السعدون أعلن ضمان الحريات التامة في الانتخابات، دعم حرية الصحافة، اتخذ قرار بعودة المنفيين إلى البلاد والسماح لحزبي النهضة والوطني بالعودة إلى الحياة السياسية. لكن أهم إجراء كان قد اتخذه البريطانيون استجابة لمطالب الملك فيصل هو معالجة موضوع المعاهدة المرفوضة. فقررت الحكومة البريطانية الجديدة، شكلت حكومة جديدة، وواجهت الحقيقة الحكومات البريطانية انتقادات كثيرة في مجلس العموم بسبب سياستها في العراق، فقلصوا مدة المعاهدة الانتدابية، ما عدلوها، قلصوها من 25 سنة إلى 4 سنوات فقط، على أن يصبح العراق قبل نهاية السنة الرابعة عضوا في عصبة الأمم، بمعنى أن يحصل على استقلاله. ونشر هذا التعديل في بروتوكول في الصحف العراقية في 23 مايس 1923. في 30 نيسان عام 1923 تم توقيع بروتوكول بين البريطانيين والحكومة العراقية لتقليص مدة المعاهدة العراقية البريطانية إلى 4 سنوات بدلا من المدة المقررة في المعاهدة والتي هي 25 عاما. كما اشترط البروتوكول أن يصبح العراق عضوا في عصبة الأمم المتحدة قبل أن تحل نهاية السنة الرابعة، وأن تلغى المعاهدة حالما يصبح العراق عضوا في العصبة. وقد جاء هذا التقليص الهام والواضح في مدة المعاهدة الانتدابية التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لمقاطعة الانتخابات نتيجة لتغيير الحكومة البريطانية التي استقالت بعد 10 أيام من توقيع المعاهدة، وأصبحت قضية العراق مسألة رئيسية في الانتخابات البريطانية التي تبعت استقالة الوزارة. كما قادت الصحافة البريطانية حملة قوية ضد النفقات البريطانية في العراق
والتي تكلف الخزينة أموالا طائلة. كذلك تبنت مجموعة من البرلمانيين البريطانيين في مجلس العموم البريطاني قضية انسحاب القوات البريطانية من العراق بأسرع وقت ممكن. كل هذه التطورات قد أدت إلى تقليص البريطانيين لمدة المعاهدة. طبعا هذا التقليص في مدة المعاهدة يعتبر نصر بالنسبة للملك فيصل على البريطانيين الذين فشلوا في إدارة الأزمة في العراق. ولذلك وجه الملك فيصل رسالة إلى الشعب العراقي دعاه إلى المشاركة في الانتخابات، إيقاف المقاطعة، قال لهم إحنا نريد ندخل عصبة الأمم، عصبة الأمم ما ممكن نصير بها أعضاء إذا ما يكون إنه قانون أساسي دستور، وهذا القانون الأساسي لابد أن يشرع المجلس التأسيسي، وبالتالي لابد من البدء بالانتخابات. ومن أجل أن يحث الناس على المشاركة عمل زيارة إلى الموصل شمال العراق في 21 مايو 1923. شوف هسه احنا بعدنا صرنا ب 1923، هو اتوج بآب الملك فيصل الأول، اتوج بآب 1921 إلى 23، يعني فترة طويلة من 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 خطابة اللي تعهد به بأن تجري انتخابات وصير دستور، وما زال بسبب مشكلة المعاهدة وتعنت البريطانيين. على أي حال هو يعني في جولته ذهب إلى الموصل، أكد على ضرورة إجراء انتخابات، زار بعد ذلك الألوية الجنوبية، زار الكوت، العمارة، البصرة، الناصرية، الديوانية، الحلة، وكل لقاءاته العامة والخاصة نبه إلى خطورة تأخر إجراء الانتخابات، وأكد أنه ترى هذه الحكومة ليست حكومة الأفندية، قبل الأفندية يعني اللي لابسين بدلات يعني، وإنما هي أيضا حكومة كل العشائر العراقية. على أي حال الحقيقة الملك فيصل الأول كان منذ البداية على اتصال بقادة ثورة العشرين، يعني اللي هم رؤساء العشائر، يعني مثل عبد الواحد السكر، شعلان أبو تشون، علوان الياسري، قاطع العوادي، كان يحاول استرضاهم لحل هذه المشكلة بعد أن تقلصت المعاهدة. وفعلا وافق الشيوخ، قالوا له احنا ممكن أن نشارك بالانتخابات ما دام الأمر أصبح بهذا الشكل وضرورة استئنافها. حاولوا التوسط لدى رجال الدين لكنهم فشلوا. لم يستجب رجال الدين إلى محاولات الحكومة لإقناعهم بالتوقف عن مقاطعة الانتخابات، فقد أصروا على موقفهم لأن البلاد ما تزال تحت سيطرة المفتشين الإداريين البريطانيين في الأولوية. ووزعت يوم 18 من مايو 1923 منشورات في الكاظمية، وظهر بعضها على الجدران موقعة من قبل جهة غير معروفة أطلقت على نفسها الحزب المخلص العراقي، أكدت على أن فتاوى مقاطعة الانتخابات ما زال سارية المفعول، وأن الحكومة تريد خداع الشعب بتوقيعها بروتوكول تقليص مدة المعاهدة.
ودعت إلى الحذر من زيارات سيقوم بها الملك فيصل إلى الشمال والجنوب لإقناع الناس بالمشاركة في الانتخابات. وعندما بدأ الملك فيصل جولاته وزعت فتاوى جديدة أعلنت أن تحريم المشاركة في الانتخابات ما زال قائما. استمرار بعض رجال الدين بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الحقيقة أقنع الحكومة العراقية أنه لابد من اتخاذ إجراء صارم، يعني إجراءات فاعلة من أجل استئناف الانتخابات، لأنه بوجودهم وبهذه الطريقة لن تكون هناك انتخابات. ولذلك قبل يوم واحد من جولة الملك فيصل الأول في الألوية الجنوبية اتخذت الحكومة قرارا بعودة الانتخابات، باستئناف الانتخابات بعد عودة الملك، واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يدعو إلى مقاطعتها. بس هم استمروا بدوا، يعني في الكاظمية مثلا كانت منشورات تدعو إلى المقاطعة، يعني في يوم 21 حزيران 23 تم إلقاء القبض على ولدي الشيخ مهدي الخالصي وابن أخته علي النقي وأيضا سلمان القطيفي عندما كانوا يحاولون لصق فتاوى على أبواب مساجد الكاظمية. فنتيجة إلقاء القبض هذا يعني قرر الشيخ مهدي الخالصي الدعوة إلى إغلاق المحلات وكلها في الكاظمية احتجاجا على هذا الإجراء. فالحكومة وجدت أنه هذه فرصة مناسبة، فقامت ليلة 25 على 26 حزيران بنف الشيخ مهدي الخالصي وولديه وابن أخته وسلمان القطيفي إلى خارج البلاد. يقول التقرير البريطاني المرفوع لعصبة الأمم لعام 1923-1924، يقول إن رجال الدين الفرس المقيمين في النجف وكاحتجاج على نفي الخالصي نظموا هجرة جماعية لهم إلى إيران بقيادة عبد المحسن الأصفهاني ومرزا النائيني، إلا أن بعضهم لم يتمكن من إكمال رحلته بينما أكملها الباقون بمساعدة الحكومة العراقية. وقد احتجت الحكومة الإيرانية على هذا الرحيل الجماعي، إلا أن الحكومة العراقية أكدت لها بأن هؤلاء سيسمح لهم بالعودة للعراق بعد أن ينتهي المجلس التأسيسي من عمله. هذه الإجراءات قد جعلت الحكومة العراقية قادرة على استئناف الانتخابات، فأصبحت يعني حقيقة حركة مقاطعة الانتخابات ضعيفة نتيجة هذه الإجراءات. ولذلك خلال فترة من نهاية حزيران ومطلع تموز 23 أجاب جميع متصرفي الألوية على استفسار وزارة الداخلية نقدر نسوي الانتخابات؟ قالوا لهم نعم نقدر نستأنفها بسهولة، وأنه قدموا مقترحات أيضا بهذا الصدد. وجدت الحكومة في أجوبة متصرفي الألوية إجمالا أنه يمكن أن تتم الانتخابات واستئنافها بدون أي صعوبات، وهكذا استؤنفت الانتخابات المجلس التأسيسي بمرحلتيها. لم تكن هناك أحزاب متنافسة، بل شخصيات مؤيدة قسم منها للمعاهدة وقسم معارضة لها، وهاي المعاهدة اللي ستعرض على المجلس التأسيسي المنتخب. التنافس بين معارضي المعاهدة ومؤيديها من المشاركين والمرشحين في انتخابات الناخبين الثانويين قد أثارت من جديد خشية البريطانيين، يعني قال لك هاي يبدو أن المعارضة ستسيطر على المجلس التأسيسي وبالتالي لن نتمكن من الحصول على تصديق للمعاهدة، خصوصا أتباع الملك فيصل الأول ومتصرفي الألوية. يعني متصرفي الألوية بدوا يساندون زملائهم السابقين من جماعة الحزب الوطني اللي شارك بعضهم في الانتخابات، فقد اتهم متصرف مثلا كربلاء بدعم جهارا للجماعة المعارضة للانتخابات، وأيضا هو ومتصرف الموصل عندما أعلنوا أنهم الحكومة ما لها علاقة والانتخابات تجري بحرية
ولن نتدخل. كل هذا اعتبروه البريطانيين يعني حالة تعني أن هناك مجال لأن يأتي المعارضين للمعاهدة، واعتبروها لعبة، لعبة تلعبها أو يلعبها المتصرفين والملك مع المعارضة ضد القوى المؤيدة لبريطانيا. أبلغ المفتش الإداري البريطاني في الموصل مستشار وزارة الداخلية بأن تصاعد نشاط المعارضة في الموصل يعود إلى تصريحات المتصرف، وأضاف أنه لولا مساندة المتصرف رشيد الخوجة النشطة لما تمكنت المعارضة من الحصول على مكانة بارزة تمكنهم من التأثير على انتخابات الناخبين الثانويين. هذه الظاهرة يعني حقيقة اللي برزت في الموصل وبغداد في كربلاء وفي لواء الدليم أثارت المندوب السامي البريطاني، فوجه رسالة الحقيقة إلى الملك، إلى بالبداية إلى المستشار الملك كورنوالس اللي هو مستشار وزارة الداخلية أيضا، شرح فيها خشيته من تغلب المعارضة في انتخابات المجلس التأسيسي، واتهم الملك فيصل بأنه يرغب بأكثرية للمتطرفين، هم كل من معارض للمعاهدة يسموه متطرف، وإذا جاءت هذه الأكثرية إلى المجلس فستكون هناك مصائب، وأن من واجبه أن ينذر الحكومة العراقية رسميا بما يتوقعه، إلا إذا تغيرت هذه الظاهرة خلال الأسبوع القادم. قالهم خلال أسبوع الانتخابات ده تمشي، أنا ما يعني يبدو أن هناك اتجاه لتأييد المعارضين، وقال أفضل حل هو أن تعلن الحكومة العراقية صراحة أنها تؤيد المعاهدة، وأن الذين سينتخبون من الضروري أن يصدقوا المعاهدة العراقية البريطانية، وأنها تأمل من الناخبين أن ينتخبوا فقط من يقدم لهم تعهدا قطعيا بأنهم من مؤيدي المعاهدة. هذا قول المندوب السامي البريطاني هنري دوبس وجهه إلى الحكومة العراقية، يعني احنا نريد بهذا الشكل. طبعا الملك رفض، هو أصلا الملك بهاي الفترة بعد أن تقلصت مكان ضد تصديق المعاهدة، ورفض هذا الكلام وزعل وأكد بأنه هدفه هو المعاهدة وتصديقه بعد أن تم تقليصه مدة 4 سنوات. العراق سيدخل عضوا في عصبة الأمم في السنة الرابعة، فلماذا هو يقف ضدها؟ فمما جعل المندوب السامي طبعا يعتذر، يعني قال له أنا يبدو أنه ترجمة الرسالة إلى العربية كانت ترجمة غير موفقة وبالتالي جاءت بهذا الشكل، ولست أقصد أي شيء. طبعا بناء على هذه التوجيهات بدأت الحملة الإعلامية تطالب بالناس بأن يعني ينتخبون الذين يؤيدون
المعاهدة. فبدأت بمقالة في جريدة الأوقات البغدادية. الأوقات البغدادية هي الجريدة الرسمية لدائرة المندوب السامي البريطاني. جريدة الأوقات البغدادية أعلنت، شوف هنا نقطة مهمة، يعني هم بدأوا يهددون، أعلنت أنه أن رفض المعاهدة يعني انسحاب القوات البريطانية من العراق الذي لا يمتلك القوة الكافية للدفاع عن نفسه. وين تروحون إذا انسحبنا؟ ولذلك بعد يومين جريدة العراق اللي هي جريدة تقريبا شبه حكومية أو شبه رسمية كتبت مقالة بهذا المعنى. بعدين في 25 أيلول لرئيس الوزراء عبد المحسن السعدون نفسه في مقابلة مع رئيس تحرير جريدة العراق قال أن العراق سيصبح في وضع خطير جدا إذا لم يصادق على المعاهدة، وطلب من الناخبين الثانويين أن يأخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار عند انتخابهم أعضاء المجلس التأسيسي. وحتى كبادرة حسنية تم نقل متصرف كربلاء من موقعه، وكذلك متصرف الموصل، وتم اعتقال بعض العناصر الوطنية في الموصل، يعني سعيد الحاج ثابت وجماعته، أبعد مصطفى الصابونشي عن الموصل لنشاطهم المعارض لإجراء الانتخابات. من جانب آخر أراد الملك فيصل أن يسترضي رجال الدين قبل إجراء الانتخابات يعني، فأمر بإعادة المنفيين من خارج البلاد، وخصوصا أولئك الذين أبعدوا أو خرجوا طوعا إلى إيران، فأجرى اتصالات معهم لهذا الغرض. ولما كانت وزارة السعدون هي التي نفذت هذا الموضوع، ففضلوا أن يستقيل عبد المحسن السعدون من الوزارة لاسترضاء رجال الدين، وأن تشكل وزارة جديدة قام بتشكيلها أحد الضباط العراقيين المعروفين بوملائهم للملك فيصل واللي قاتلوا معه، واللي هو شو اسمه جعفر العسكري. طبعا البريطانيين أيضا كانوا يرغبون بأن عبد المحسن السعدون يستقيل، لأنه كانوا أكو وزراء اثنين هم ما يرغبون بوجودهم، وأحدهم ياسين الهاشمي اللي كانوا يعتبروه معارض لبريطانيا، بل من المعادين، يكتب هو بالرسائل إلى وزارة الخارجية يصف ياسين الهاشمي حتى في البيرسوناليتيز الشخصيات اللي قيموها هم بوثائقهم، يعتبروه من المعادين للبريطانيين بتطرف شديد. هذا ياسين الهاشمي. على أي حال في نهاية عام 1923 قبل الملك استقالة عبد المحسن السعدون، دعا جعفر العسكري لتشكيل الوزارة الجديدة، وبعد بضعة أشهر وعندما كان المجلس يعني يوالي اجتماعاته، بدأوا رجال الدين يتوافدون من خارج العراق، ذول المنفيين اللي صدر عفو عنهم، وتعهدوا طبعا عدا مهدي الخالصي ما رجع، تعهد هؤلاء جميعا بعدم التدخل في السياسة. إن تشكيلة الوزارة قد جاءت متوافقة مع رغبات الملك، لأن رئيس الوزراء جعفر العسكري كان تحت قيادة فيصل في الثورة العربية عام 1916، وأصبح عند تشكيل الحكومة العربية في دمشق الحاكم العسكري في حلب حتى بداية عام 1920 عندما توج الأمير فيصل ملكا على سوريا، فصار المستشار العسكري في مجلس مستشاري الملك في دمشق، وعندما جاء إلى العراق أصبح وزيرا للدفاع في الحكومة العراقية المؤقتة ليؤسس الجيش العراقي. أما وزير الداخلية علي جودة الأيوبي فكان هو الآخر من ضباط الثورة العربية،
وشغل مناصب إدارية في سوريا بان عهد الملك فيصل. وعموما فقد تشكلت الوزارة من مؤيدي الملك فيصل، ولذلك انتقد البريطانيون هذه الظاهرة ووصفوهم بأنهم من ذوي الاتجاه الأوتوقراطي الاستبدادي. بعد انتهت انتخابات الناخبين الثانويين كان لابد أن هؤلاء المنتخبين أن ينتخبوا أعضاء المجلس التأسيسي، ولذلك في 13 شباط 1924، هسه احنا سنة مطلع سنة 1924، أبلغت وزارة الداخلية متصرفي الألوية أن الانتخابات أعضاء المجلس التأسيسي من قبل الناخبين الثانويين يجب أن تبدأ أيضا في 25 شباط، يعني وقبل 3 أيام من بدء الانتخابات أصدر رئيس الوزراء جعفر العسكري بيانا أعلن فيه موعد بدء الانتخابات. هنا طلبه من الذين سيفوزون بثقة الشعب في عضوية المجلس، أنا أقرأ هنا التأسيسي، أن يصادقوا على المعاهدة العراقية البريطانية اللي اعتبرها جهود نتيجة جهود كبيرة بذلها الملك فيصل والحكومة العراقية والتي لن تتجاوز مدتها 4 سنوات، يعني هي هاي حجتهم. وأضاف أنه على الأعضاء تقدير الموقف الصعب للبلاد والحاجة إلى مساعدة بريطانيا في قضية ولاية الموصل. هاي أول مرة يجي ذكر ولاية الموصل. ولاية الموصل تعني حاليا، حتى تكون واضحة للمشاهدين، يعني هي محافظة نينوى حاليا، موصل ودهوك وأربيل وسليمانية وكركو، كل هذه يعتبروها ولاية الموصل. هذه ولاية الموصل القوات البريطانية دخلتها بعد وقف اطلاق النار، فتركيا قالت لك هذه ان انتم ما من حقكم ان تاخذوها لين ما اخذتوها بحرب، ولذلك كانوا يطالبون بها. هنا البريطانيين اخذوها فد مستمسك على العراقيين، انتم اذا ما تصادقون على المعاهدة احنا نرفع ايدنا على ولاية الموصل وتروح تركيا. يعني هي هاي المشكلة الاساسية اللي ظلت قائمة ودائما هي العصا التي يهدد بها البريطانيون العراقيين، انه ترى تروح ولاية الموصل. وحذر، ولذلك هو حذر قال انا ترى احنا يعني الانقياد وراء العواطف ربما سيجعل مستقبل العراق في خطر لا يمكن تلافيه. كان يقصد هذا، يقصد بالذات ولاية الموصل لانه البريطانيين يريدون يهددون بالتخلي عنها. في 25 شباط جرت الانتخابات بدون اي معوقات، ثم أعلنت أسماء أعضاء المجلس التأسيسي 100 ودعي المجلس التأسيسي إلى الاجتماع. كان افتتاح المجلس التأسيسي يوم 27 آذار 1924 عرسا عراقيا وعطلة رسمية، لأنه أول مجلس يمثل الشعب العراقي يجتمع في بغداد ليضع أسس الدولة العراقية الحديثة. فأقيمت الاحتفالات والمهرجانات في جميع أنحاء العراق، وتم تزيين العاصمة بغداد ليلا ونهارا، وسار موكب الملك فيصل وأعضاء المجلس صباح ذلك اليوم إلى بناية المجلس التي تقع في جانب الكرخ على ضفة نهر دجلة وسط حشود الجماهير على جانبي الطريق. وكانت النساء تطل من سطوح البيوت والشناشيل
وهن يملأن سماء بغداد بالزغاريد. افتتح الملك فيصل المجلس وهو يلبس حلة عربية ويتقلد سيفا من ذهب، وفي حزامه خنجر من عزجد نفيس، وأكد في خطابه على أهمية إنجاز المجلس أعماله بمناقشة المعاهدة وتشريع الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب. من الملاحظ أن مناقشة المجلس التأسيسي للمعاهدة قدم على الدستور، يعني هو يعني في خطاب العرش الملك قال احنا نسوي، يعني عادة، يعني هذا في الشيء غريب، عادة المجلس التأسيسي يشرع الدستور، يشرع قانون انتخابات ثم يصادق على المعاهدة أو لا يصادقها، ينظر فيها. اللي صار أنه قدموا المعاهدة على الدستور البريطاني، وهذه سابقة ما معروفة في أي بلد. على أي حال، انتخب المجلس التأسيسي عند اجتماعه، وهي أول مؤسسة تشريعية تجتمع في العراق في التاريخ الحديث بعد تخلص من العثمانيين، لوضع أسس الدولة العراقية الحديث. أصبح عبد المحسن السعدون رئيسا للمجلس. هنا وزارة العسكري اضطرتها بريطانيا للتوقيع على ملاحق جديدة، يعني ملحق عسكري وملاحق مالية وملاحق عدلية وشروط استخدام الموظفين في العراق، وكلها كانت صالح بريطانيا، مما عقد الأمور. يعني هو يعني ما كانوا بحاجة إلى هذه الملاحق بعد تقليص المعاهدة. على حال، شكلت لجنة خاصة في المجلس التأسيسي لدراسة المعاهدة وملاحقها، وترأسه المعارض المعروف ياسين الهاشمي لاتخاذ قرار بشأنها. خلال عمل اللجنة ظهر في الشارع العراقي وخصوصا في بغداد نشاط واضح من في انتقاد المعاهدة وملاحقة، قود نقبة من المحامين، صحفيين، طلاب كلية الحقوق، كانت كلية الحقوق يعني في أواخر الدولة العثمانية قد تشكلت، المعلمين، وعقدت عدة اجتماعات. احنا معاهدة قلصتوها، جبتوا لها ملاحق، لا اريد تفرضوها علينا. فعقد اجتماع حاشد في بناية رويال سينما يوم الخميس 17 نيسان 24، بدعوة من عدد المحامين، دعوة أعضاء المجلس التأسيسي، وألقوا كلمات، قالوا لهم المعاهدة لابد من أن تعدل قبل إقرارها، يعني ما يصير هي وملاحقها، لك احنا ما راح نحصل بهالحال استقلال العراق، وسنفقد ولاية الموصل اللي بدأوا الأتراك يطالبون بها بحجة أن البريطانيين احتلوها بعد وقف إطلاق النار. ياسين الهاشمي اللي هو رئيس لجنة اللي تدرس المعاهدة واللي هو من المعارضين، شكر المجتمعين على موقفهم ودعاهم إلى الأكثر من هذه الاجتماعات. بالمقابل، خرج جريدة الأوقات البغدادية البريطانية باسم السلطة اللي هي
يعني تحكي باسم السلطة البريطانية لترد على هذه النشاطات، قالوا انه ما لهم حق المجلس التأسيسي يعدلوها، لو يصادقوها او لا يصادقونها للمعاهدة وملاحقها. واوضحت ايضا انه التزام بريطانيا في دفاعها عن حق العراق بولاية الموصل وتسوية الحدود الشمالية لصالحه يرتبط بموافقة المجلس التأسيسي على المعاهدة وملاحقها دون تعديل. ومع استمرار طبعا عمل اللجنة المعاهدة الذي بدأ واضحا أنها ستطالب بالتعديل، يعني فكتب يعني الملكة أيضا كان قلق، رئيس الوزراء جعفر العسكري كان قلق، فكتبوا إلى المندوب السامي قالوا لا إحنا يبدو الأمور تسير في غير مجاريها وفي المجرى الذي لا نرغب به، ولذلك نفضل حتى نحل هذه المشكلة أن الحكومة البريطانية تقوم بالإعلان رسميا عن ضمانين يسهلان تصديق المعاهدة. الضمان الأول أن تتعهد بريطانيا بحماية حقوق العراق في ولاية الموصل، وأن تعلن أن الانتداب سينتهي في الأربع سنوات المحددة في المعاهدة سواء أصبح العراق عضوا في عصبة الأمم أم لم يصبح في كل الأحوال. طبعا هنري دوبس المندوب السامي البريطاني يعني في مأزق كان، تحمس لهذا المقترح وكتب إلى الحكومة البريطانية والحكومة البريطانية وافقت، ولذلك هو يعني نشرت بعد ذلك بشكل رسائل سرية متبادلة بين الملك والمندوب السامي، نشرت في الصحف العراقية في أوائل مايو 24، وأكدت بريطانيا في الوقت نفسه إحنا ما يخالف هذه كلها تمام، بس إحنا ما يصير تتعدل المعاهدة أبدا، يجب إما تصدقوها أو ما تصدقوها، إذا ما تصدقوها إحنا بكل الأحوال سنطلب من عصبة الأمم قبول معاهدة التحالف مع البروتوكولات كوثائق فيما إذا صدقتم المعاهدة تقبل بدلا من لائحة الانتداب، وينتهي الانتداب كبداية للدخول إلى عصبة الأمم. طبعا كل هذه التعهدات البريطانية شجعت رئيس الوزراء جعفر العسكري على بذل أقصى الجهود مع أعضاء لجنة المعاهدة لإقناعهم باقتراح تصديق المجلس للمعاهدة دون تعديل خوفا من ضياع ولاية الموصل، ولكن اللجنة قدمت تقريرها في 24 مايو إلى المجلس التأسيسي طالبت فيه بإجراء التعديلات على المعاهدة وملاحقها لصالح استقلال العراق قبل مصادقة المجلس التأسيسي عليها. ومن هنا بدأ صراع جديد بين البريطانيين وبين المجلس التأسيسي، وأصبح الملك فيصل الأول في موقف حرج،
فماذا حدث وماذا سيفعل الملك؟